اليوم مع بعضنا باش نعملو خبزة محشية على طريقتي. باهي باش نعملو رطل فرينة نحسبو هذا كيس، هذا كيس الثاني، هذا الثالث، وهذا الرابع. حطيت 4 كيسين فرينة ما يقارب 500 غرام، نحطو بغرفة مكومة بتاع ملح، نحطو ندفة سكر، نحطو 4 مغارف زيت على كل كيس مغرفة، نحطو ساشي كاملة متاع خميرة الخبز، ولهنا باش نخلطوهم بالحليب الدافي في عوض الماء. بسم الله نبداو نصبو كيف ما هكا. نوزع شويه الحليب لبرا. باهي توا نخلطو بيدينا. لهنا العجينه نتاعنا استحقت لنا زوز كيسين، ما ناقصين شويه، كيس نتاع حليب وكيس نتاع ماء. باهي وكيما تشوفوا ها، بسم الله ما شاء الله عليها، لا تتلصق حتى شيء، امورها مريقله. باهي وتوا نخليوها تتخمر بطبيعة الحال أقل ساعة، أقل حاجة ساعة من زمان تقعد تتخمر فيها. بهي نجم حتى أكثر العظم، ونحطو لهنا كيبة بطاطا مع بعضهم يتسمطو. بهي معنتها نبداو نحضرو في الفرس متاعنا. عندي شوية زيتون ملح متاع الدار باش نحيلو القلب متاعو. لهنا خدينا كعبة بصل صغيرة ونقصوها جويدة جويدة، نحطو كعبة البطاطا بعد شوية، معدنوس قسيتو نحطو، زيتون نحطو شوية ونخليه كيف ما هكا شوية للزينة من فوق. وتوا هذوما حطينا كعبتين العظم ونمدو توا نرفسوهم قبل ما نكملو المكونات الأخرين. لهنا عندنا زيتوهم على الخليط نتاعنا. لهنا نحطو بسم الله زوج مغارف ريغوتا، ونحطو مغرفة كريم فريش نار، ناخدو شوية فرماج مبشور، ونحطو شوية زبدة كيفما هكا زبدة، نخلطهم كلهم مع بعضهم. ناخذ هنا كعبة عظم نحطو الابيض في الخليط نتاعنا، والاصفر نحطوه مع الزيتون. فوق حطيت زيتون اصفر العظم وحطيت شويه سينوج. ما شاء الله كي تشوفوا كيفاش فوجت لنا بالكدي بالكدي، خليناها ما يقارب ساعه ونص. وتو باش نحيوها من الصحفه ونبداو نحلوها الفورمه نتاعنا. تو ناخذ العجينه نتاعنا ونقسموها على زوز باش نحطو طرف من اللوطة وطرف من الفوق. باهي وكيما العادة نحاولو قد ما نجمو كي نبداو نحلو نحلو بشوية بشوية باش التفويجة اللي صارت ما تتنحاش، الوقت اللي خليناه ما يمشيش هكاكا بالفارغ، معنتها البات ما تتقتلش. انا باش نعمل بلاتو كبير، نحاول نكبر قد ما نجم، مش دائره باش نعملوها مربعه. نكمل نحل العجينه نتاعنا، حلينا هذه وحطيناها في البلاتو ديريكتومون، هذه الثانيه حطيتها هكا محضرتها. باه قررت باش نعملها شويه حاره، هذاك علاش خلطت شويه لهنا هريسه وماء. بسم الله باش ندهن بيهم من اللوطة، قلنا نعملوها حارة تبدا أبل خير ملي تبدا باردة. وكي العادة كي العادة البنوطة تعملنا في الانيماسيون وجه. باهي نبداو بسم الله الرحمن الرحيم. باهي اونتخ طون راني حليت الفور فوق اللوطة، حطيتو 230 درجة ودوبا باش يسخن، دوبا مني باش نحط في وسطو البلاطو نتاعي نطيحو للميتين راهو.
هلا نوريكم هاكا من الفوق. باهي نقص ونرجع لكم بربي. باهي هنا ناخذوا الفارس نتاعنا وكيف كيف ندهنوه فوق البات نتاعنا. باهي كيما تشوفوا عطينا الفارس نتاعنا كليكا، وتوا ناخذوا الطرف الاخرى نغطيو بها من الفوق. هاكي شفتوا كيفاش غطيناها كل هاكي، وتوا نمدوا العظام نتاعنا وزيتونات والسينوش ومن الفوق ندهنوهم. فوالا هذه هي خبزتنا حضرت، وتوا ندخلوها في الفرن. تحبوا تجرحوها من فوق تجرحوها، تحبوا تخليوها كيف ما هكا سامبل تخليوها سامبل. وتو كيما قلت لكم فرن سخن على 230 درجه، تو ديريكت دوبا ما نحطوه من با دقيقتين نهبطوه 200 درجه. هنا انا ما باش نجرحها جوست هكا طايف كيما تشوفوا بالفرشيطة باش ما تفوجناش برشا، باش ما تطلعش الفوق برشا وكها. وتو ندخلوها في الفرن تاعنا. فوالا هي الخبزه نتاعنا حضرت، نقصها ونوريها لكم. فوالا نحيكم الفوق الطبقه الفوقانيه باش تشوفوا بكتي. الله واحد ما شاء الله ما شاء الله، لامسه اللي على النبي حاسيلو الريحه بالحق بنينه بنينه على الاخر. ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها، وكالعاده تكتبوا لي رايكم اللطف في الكومنتات.